طب هو معايا على التليفون دلوقتي مصطفى. الفنان بلاش الجميل بلاش. مصطفى خاطر. يا خاطر مساء الخير. النمرة غلط يا ابني. النور، ازاي حضرتك؟ بجد وقعت من الضحك، وقعت بجد والله. والله العظيم كل وانت عايز تولدها انت دوس وانا هدوس وانت تشد ومين هيفط في عينك. ما كل الكلام ده اللي كاتبه خالد. ايوه رهيب رهيب، رغم ان انت ملك الافيهات يا خاطر. لا نص الافيهات قايلها خاطر وعدنان عشان بس اكون صادق. طبعا خاطر ده انا قلت عليك هنا ان انت مكنه افيهات ومكنه كوميديا. ايه اتفضل. الفيلم ده ايه اللي عجبك فيه؟ يعني ايه اللي حسيته في دورك مختلف؟ الاول انا همسي بس على الاستاذ ماجد الكدواني. حبيبي مساء الفل يا خاطر. مساء الفل عليك يا ريس، وبمسي على خالد دياب وعلى حضرتك طبعا. اشكرك. الفيلم اللي عجبني فيه انه مكتوب الضحك، مكتوب فيلم كوميدي بيناقش قضية انسانية من الدرجة الاولى في شكل كوميدي جدا، فضحك صعب وقليل جدا لما تلاقي حاجة زي كده، يعني قليل قوي لما تلاقي ورق زي ده بيضحك قوي وبضحك وانا في دمعة في عينيا، او بضحك على حاجة ممكن تكون مضايقاني في المجتمع بتاعي نفسي تتصلح فبهزر عليها، فحالة غريبة يعني انا مش عارف لها توصيف. بس انا اول ما قريت الفيلم دوت كلمت خالد، وخالد انا معاك في الفيلم دوت، انا لازم اعمل الفيلم ده معاك، يعني لازم ابقى اكون مشترك في الجريمه اللي انت تعملها ده يا خالد. ايه الافيهات اللي زودتها اللي انت حطيتها يا خاطر؟ ده انا كل الافيهات افيهات طبعا، خالد ما عملش حاجه. ابتدينا بقى ابتدينا. لا والله انا حتى يعني والله العظيم مش عارف انا يعني اصل خالد قال لي كتير كمان غير اللي على الورق، يعني الافيهات اللي على الورق احنا قلناها، لكن هو جه خالد قال لي افيهات كتير وانا طبعا ارتجلت افيهات كتير، وكنا شغالين بشكل جماعي، يعني لو كان في حد عنده تفصيله حلوه لحد كان يقولها له، كان حد يقول لي ما تقول الافيه ده هنا حلو، طبعا بعد اذن طبعا الاستاذ خالد كان لما كان يسمح لخالد يقول الافيه. يعني ده مره الاستاذ ماجد الكدواني اتخانق لي مع خالد. ليه؟ قال له حرام عليك ما تسيبه، الواد دمه خفيف ما تخليه يضحك. ايوه عايزينه يضحك لنا بالفيلم. هو كان واقف لنا بالكمل كمل. كان بيخليك استاذ ماجد. كان بيخليك ترتجل ولا لا خالد، ولا كان يعني؟ لا هو ما فيش ارتجال طبعا في السينما يعني، بس هو لو في افيه كويس ممكن نظبطه. كنا ناخد جنب انا وفاكر يا مصطفى، كنا ناخد جنب انا وانت كده فيثير جوايا الكوميديا مصطفى بخف الدم. وانت ايوه اطلع افيه واقول له ده لازم اجري على خالد واقول له ليه، طب ما تقول له انت، قول له لا روح قول له انت. بابا بقى في اللوكيشن. طبعا لنا بالمرصاد. انا كنت بوليس لان فعلا الفيلم السيتويشن نفسه شخصيه مصطفى دي شخصيه تطلع منها فيلم لوحده ممكن يفك واحد مش دكتور. طب يلا يلا طلع لنا منك فيلم لوحده. واحد مش دكتور المفروض يولد وقدامه وماجد مرفعه بالسلاح ولدها دلوقتي حالا، فيطلع منه ضحك رهيب. ف هو ممكن حاجه بس هو ألذ حاجه في الشخصيه اللي عملتها ان الدور ضحك جدا وانا ما عنديش ابتسامه، يعني لان انا زي ما خالد بيقول متهدد بالسلاح دايما، فالكوميديا خارجه من الخوف ومن الذعر ومن حاجات كتيره مش خارجه بالزبط. من خلال الموضوع او من خلال الشخصيه، فدي ألذ حاجه في الموضوع، كله حقيقي، كل الشخصيات حقيقيه. ده حقيقي. وانا مصطفى عنده ذكاء كمان، انه عارف هو عنده سنس كده انه عارف امتى يتقال الافيه وازاي، عمره ما يخرجه خارج النطاق. مسرح المسرح طبعا مسرح بيفرق في الاداء. مصطفى انا عايز اشكرك واحييك بجد، دور هايل، الفيلم كله حلو، كله يعني المجموعه عامله دور عظيم، عامله فيلم عظيم، انا مبسوطه منه جدا. بشكرك جدا فنان الكوميديا الجميل مصطفى خاطر.